سي عبد الملك، علاش خيرنا احنا الكاذب؟ لانه المجتمع يقوم على ركائز. تعرف القيمه الاساسيه تاع اي مجتمع، الاخرانيه اللي تشدو هي الثقه. صحيح، على بالك بلا ثقه ما تقدرش تبني مجتمع. صحيح، اون فان كون صافي الكاذب واش يضرب؟ الكاذب يضرب الثقه. هاد الافه واش تقعد تمشي حتى يدخل الشك، يفقد الثقه في المجتمع، يدخل الشك ويدخل الظن. نهار يدخل الشك بين الناس ومن بعد صعب التعاملات. نعم، صعب باش يتعاملوا، يولوا يبحثوا على حمايه، ومن بعد واش يولوا دائما هذاك التحفظ المبالغ فيه تتعطل الحياه تاع المجتمع. يقعد دائما اللي عنده دراهم يخاف عليهم. نعم، اللي عنده علاقات يخاف عليهم، اللي مقدم على مشروع زواج غيره يخاف عليه. صافي شوف الكذب واش يقدر يدير. نعم، على هذه مهم جدا نتكلموا على الكذب، ماشي من جانب اخلاقي قال بلي عيب. نعم، بلي ماشي مليح، لا، كظاهره اجتماعيه. نعم، الكذب اليوم في حياتنا راهو ظاهره اجتماعيه وراهو سائد بقوه. نعم، ويهدم مبدا الثقه.